أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة أخرى من برنامج أسئلة عن الإيمان، ومعنا أيضا ضيف البرنامج القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. وردتنا أيضا رسائل كثيرة، ومنها هذه الرسالة من أخ من الدنمارك. تحية طيبة. في مقدمة رسالتي أقدم لكم أحر التحيات والتهاني. أنا اسمي نشوان، مواطن عراقي كردي من كردستان العراق. أنا من متابعي قناة الحياة العزيزة، وأستمع دائما إلى الأحاديث القمص زكريا بطرس ومعجب بأحاديثه. إخواني وأحبائي، أنا الآن أعيش في مملكة الدنمارك بين إخواني المسيحيين ومرتاح جدا جدا. أنا مسلم، ولكن هذا ليس ذنبي وليس ذنب الوالدين. أيضا تربيت من الطفولة في عائلة لا يؤمن بالدين الإسلامي، لا يؤمن بالدين الإسلام. عندما فتحت عيني وأذني كنت أسمع من الوالدين دين الإسلام، دين العنف، القتل، الضغط وهكذا. وأيضا عندما كنت طفلا أسمع من الوالدين يتكلمون عن المقارنة بين دين الإسلام ودين المسيح، يقولون في هذا الموضوع دين المسيح يقول أن سيدنا المسيح عندما يقول عندما يضربونك على خدك اليمنى فأنت أعطي جهة اليسرى، ولكن الإسلام يقول العين بالعين والسن بالسن. أنا أرفض هذا الدين الذي لا يوجد فيه التسامح، وأنا خجلان عندما يسألوني عن ديني، دين الإسلام الذي يقول اذبح واقتل واحرق وانهب. لا أريد أن أتكلم مزيد، إذ أتكلم عن دين الإسلام لا ينتهي كلامي من 1000 صفحة. وإلى آخر رسالة. نشكر الله من أجلك أخونا نشوان، ونصلي أن الله يثبت إيمانك كما تسير على طريقه الحق. نعود إلى متابعتنا عن القرآن، وهناك سؤال: هل القرآن هو كلام الله، أم هو كلام محمد، أم الملائكة، أم البشر؟ وتكلمنا عن الإعجاز اللغوي والعلمي في القرآن، وجاءنا الاعتراض التالي: مهما ذكرتم من كلام مغرض ضد القرآن، فنحن نؤمن أنه كلام الله الموحى به إلى نبيه ورسوله. كويس. إحنا في الحقيقة لم نقل كلاما مغرضا على الإطلاق. اللي إحنا قلناه موجود في الكتب اللي محطوطة، سواء قرآن أو أحاديث، نعم، أو سيرة نبوية أو دائرة معارف إسلامية. والواقع توجد بالفعل آيات قرآنية كثيرة تتكلم عن القرآن إنه كلام الله موحى به. دي آيات في القرآن إلى محمد، زي سورة الأنعام 19: وأوحي إلي هذا القرآن. وفي سورة الكهف 110: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. سورة النجم آية 4: إن هو إلا وحي يوحى. دائرة المعارف الإسلامية في الجزء 26 وفي صفحة 8166 بتقول إيه؟ تحت عنوان محمد والقرآن. بتقول: نظرة المسلمين السنة لا تعد أن يكون الله سبحانه وتعالى هو المتحدث، وأن محمدا هو المتلقي. ولكن هناك آيات قرآنية أخرى لها مدلول آخر لدائرة المعارف اللي بتقول كده. ما معنى ذلك؟ المدلول الآخر بتقول في صفحة 8167: وفي بعض الآيات الأخرى يبدو وكأن محمدا هو المتحدث، مش المتلقي، مش اللي واخد من الله، لا، كما في سورة التكوير آية 15-21، وسورة الانشقاق آية 16، وإلى آخره من هذه الآيات اللي بيقول عنها أنها بتبين أن محمد هو اللي بيتكلم. ممكن تعطينا بعض هذه الآيات؟ بالتأكيد. ففي سورة الأنعام
آية 104 بتقول: وما أنا عليكم بحفيظ. ده محمد بيقول أنا، وما أنا عليكم بحفيظ. وفي سورة الأنعام 114 يقول: أفغير الله أبتغي حكما، أبتغي أنا. وفي سورة هود آية 2 و3 يقول: ألا تعبدوا إلا الله وإنني لكم منه، إنني لكم منه هو نذير وبشير. هنا المتكلم هو واضح. فإني الضمير المتكلم، فإني أخاف عليكم. نعم. وكذلك في سورة النمل آية 91 و92: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلد وأمرت أن أكون من المسلمين. نعم. يبقى كلها ضمير المتكلم، والمتكلم هو محمد. نعم. في سورة النمل 92: وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. أمرت أن أتلو القرآن. وفي سورة الشورى آية 10: وما اختلفتم شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت والله أنيب. طب الكلام في القرآن كما هو معروف المفروض أنه بلسان ربنا، ولما يجي يقول حاجة يخلي محمد يقولها يقول له قل. بس نحن نعلم أن الطبري فسد ذلك وقال بأن أنه أي قل هذا وقل ذاك، فما رأيك في هذا الكلام؟ ده كلام سليم، لكن هذه الكلمات ليس فيها قل. فإذا كان الطبري فسرها على أنه قل يبقى هو بيزود. هل توجد كلمة قل مع هذه الآيات في القرآن؟ أم يضيفها المفسرون من أنفسهم؟ بالتأكيد لم توجد، لأنها موجودة في الآيات زي ما قريتها بالنص. لا توجد لا توجد كلمة قل، يبقى حطوها يبقى هيضيفوا حاجة على القرآن. فدي مشكلة. طب ولما يحطوها دي كانت موجودة في اللوح المحفوظ وزي يزودوها، أليس هذا تحريف؟ نعم. يضيفوا على القرآن. إذن لا مفر من التسليم بأن هذه كلمات محمد بشهادة دائرة المعارف الإسلامية صفحة 8167. لا، ده في غير كلمات النبي محمد، كلمات تاني للملائكة هي اللي اتكلمت بلسانها مش بلسان ربنا. المفروض ان المفروض في القرآن مفهوم الله يتكلم إلى الملائكة، الملائكة تنقل الكلام إلى محمد. نعم. محمد بيعلن كلام ربنا. لكن احنا شفنا محمد بيقول كلام من عنده. نعم. ما فيش قل. وأيضا الملائكة يقولون مثل هذا مكتوب بلسانه. هذا الكلام. أنت تقول أن في القرآن آيات قالتها الملائكة وليس الله. تمام. وليس كناقلي وحي. لا. كيف ذلك؟ كلمة عن نفسه. عندك في سورة مريم آية 64: نعم. وما نتنزل إلا بأمر ربك. ملائكة بيقولوا إحنا اللي بنتنزل، المفسرين قالوا كده. ابن كثير قال عن ابن عباس، دي لها قصة يعني. نعم. هي أسباب التنزيل، أسباب نزول الآية دي. قال عن ابن عباس: احتبس جبريل. احتبس يعني إيه؟ اتأخر. عن رسول الله فوجد رسول الله، وجد يعني حزن من الوجد. فحزن رسول الله من ذلك وحزن، فأتاه جبرائيل وقال: يا محمد وما نتنزل إلا بأمر ربك. يعني مش بينقل كلام ربنا. نعم. ده هو اللي بيكلم، وازاي دي تبقى في القرآن؟ وعن مجاهد قال: أبطأت الرسل على النبي اللي هم الملائكة، ثم أتاه جبريل فقال له، محمد بيسأله: ما حبسك يا جبريل إلى أخرك؟ فقال له جبريل: وكيف نأتيكم وأنتم لا تقصون أظافركم ولا تنقون براجمكم ولا تأخذون شواربكم ولا تستكون؟ ثم قال: وما نتنزل إلا بأمر ربك. طب إيه اللي في الحكاية دي تمنع الملائكة يظهروا يعني؟
لما واحد ما يتسوقش ما يظهرش الملاك بيقرف من الريحه يعني، واللي يقص شنبه ويحلقه يعني، كلام عايز علامات استفهام كتير. ازاي الملائكه تتاخر علشان خاطر مثل هذه الامور؟ هذا مثال. وليك مثال تاني في سوره الصافات ايه 164، سورة الصافات ايه 164، وما منا الا له مقام معلوم، وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون. ايه الكلام ده؟ تفسيره نشوف المفسرين. زي ما انت عارف ان احنا يعني نظمنا ان احنا ما بنفسرش، لكن بنشوف المفسرين بيقولوا ايه. فالجلالان قالوا، قال جبريل للنبي، وما منا نحن معشر الملائكة احد الا له مقام معلوم في السماوات يعبد الله فيه لا يتجاوزه. يعني الملائكة اللي بيكلموا مش ربنا اللي بيكلم. القرطبي قال هذا من قول الملائكة وإنا لنحن الصافون. فهل الملائكة يتكلمون من أنفسهم وليس وحيا بكلام الله؟ طب إزاي؟ إزاي؟ فين بقى ده مع الآية اللي بتقول إلا وحي إن هو إلا وحي يوحى سورة النجم 4، وما هو إلا وحي. فين الوحي ده بتاع كلام الملائكة؟ وفين الوحي ده بتاع كلام محمد؟ إذا الحكاية خرجت عن إن هو يكون إيه؟ وحي. خد بالك؟ علق السيوطي على هذا الكلام، قال إيه؟ في كتاب الإتقان في علوم القرآن، قال على لسان، بيقول على ما ورد في القرآن على لسان غير الله، بيقول النبي عليه الصلاة والسلام تكلم في القرآن وليس عن لسان الله. يقول قد جاءكم بصائر من ربكم، فإن هذا وارد على لسانه صلى الله عليه وسلم. يقول لك وما أنا عليكم بحفيظ، وقوله أفغير الله أبتغي حكما أو حكما. والسيوطي برضو قال واعترف إن الملائكة برضو بتتكلم من عندها، كقوله وما نتنزل إلا بأمر ربك، والآية على لسان جبريل. نعم. وقوله وما منا إلا له مقام معلوم، ملائكة. فإذا ديت كلمات. السيوطي كمان بيعلق على، بيقول يمكن هنا تقدير القول أي قولوا وكذا الآية. قولوا إزاي؟ هنزود في القرآن، هنضيف. العملية ما هيش هروب، ما هياش روح. عملية عايزة تفسير واضح. نعم. ده كلام ربنا اللي في القرآن، ده كلام ربنا. ايوه كلام ربنا. بيقولوا للملائكة، الملائكة بوصلوا لمحمد. اذا ما يصحش ان يكون فيه كلام للملائكة الشخصي. نعم. ولا كلام لمحمد شخصي. طبعا لا. طب ازاي تيجي دي؟ ده في حاجات تانية اكتر من كده كمان. بمنتهى الصراحة واغرب. فموضوع اللي بيتكلموا واللي بيقولوا. ماذا تقصد بهذه الأمور؟ يعني مش محمد بس اللي ليه كلام في القرآن، ولا الملائكة اللي لهم كلام في القرآن، لا. ده كان في حاجة أغرب من كده. دايرة المعارف بقى بتقول في صفحة 8166 في العمود الأول الثاني من تحت، بيقول تحليل النص القرآني يظهر لنا أن المسألة أكثر تعقيدا من ذلك، إذ لا توجد إشارة قط إلى مصدر الوحي أو صيغة المتكلم في الصور والآيات التي يظهر أنها أقدم ما نزل من القرآن الكريم. ففي بعض الآيات ليست هناك أدنى إشارة إلى أن هناك رسالة من الله سبحانه وتعالى. الله. ومدي أمثلة سبيل المثال، آيات من 1 إلى 10 من سورة الشمس، وكذلك القارعة والتكاثر والعصر. كلام ملوش رسالة من عند ربنا. هل لك أن تقرأ هذه الآيات لنرى ما تقصد به دائرة المعارف؟ طبعا. تفضل. سورة الشمس آية 91،
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. إيه؟ فيه إيه؟ ده دائرة المعارف الإسلامية اللي قدم لها الشيخ الأزهر، بتقول إن فيه كلام ملوش معنى ولا رسالة من عند ربنا. طب الآية الثانية القارعة، آية 101 القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. مثل التكاثر آية 102 ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. دائرة المعارف الإسلامية بتقول إن الكلام ده إيه؟ ففي بعض الآيات ليست هناك أدنى إشارة إلى أن هناك رسالة من الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. في هذه الآيات نعم. العصر آية 103 والعصر، والعصر يعني حلفان، يعني بيحلف ربنا بيحلف يعني والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا توجد إشارة إلى أن هناك رسالة من الله، بل هناك آيات كثيرة في القرآن ليست صادرة من الله ولا يمكن أن تكون كلمات نطق بها الله. هل توجد آيات أخرى ليست من نطق الله في القرآن غير ما سبقت وذكرت؟ طبعا، يعني أنا بشكر ربنا جدا بمنتهى الصراحة من أجل دائرة المعارف الإسلامية. نعم. لا يخلو منها بيت مسلم المفروض اللي عايز يعرف الحق عشان خاطر يدرس ويشوفه برضو المسيح المشغول بمعرفة الحقائق دي رائعة. بتقول في صفحة 8246 8246 عدد واحد من النص تقريبا تحت عنوان آيات الشعائر الدينية. بيقول يوجد في القرآن كلام اتخذ شكل الدعاء. نعم. طب بنتساءل هو ربنا رح يدعي؟ مش القرآن دعاء؟ مش القرآن ده كلام ربنا؟ طب لما كرم ربنا ربنا رح يدعي؟ يقول لك لا، ما هي مفهومة أنها فيها قل. نعم. احنا حنزود على القرآن. طب وفي اللوح المحفوظ فيه ولا ما فيش؟ نعم. أخبر حضرتك فأنسل في سورة الفاتحة بدي أمثلة، ده دائرة المعارف. نعم. بتدي أمثلة، بتقول لك الفاتحة آية 6 اهدنا الصراط المستقيم. الله، ده كلام ربنا وكلام الإنسان. كلام إنسان يطلب. الفاتحة كلها ما تقدرش تفهم إنها كلام من ربنا على الإطلاق. تعال شوف الفاتحة، آية الفاتحة أول آية أول سورة يعني في المصحف بتقول كده، آية بتقول شوف 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 إذا كان ده ربنا اللي بيتكلم ولا بشر. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا هيسمي تاني. الحمد لله رب العالمين، ربنا هيقول الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. طب ربنا بيتكلم مين يقول له إياك نعبد؟ ده كلام بشر. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، ربنا حيقول اهدنا الصراط المستقيم؟ مش ممكن. تقول لي لا، ما هو مفهوم إنها قل. ما بس هنزود قل منين بس؟ على رأي القذافي قالت حوالي 300 آية وأكثر اللي فيها قل، قال لازم نشيل كلمة قل دي. على ما استفهام. قل. فهنا حتى دي تقول مفيش، فلو زودها أي إنسان أيا كان شأنه
يبقى بيحرف القرآن أكيد. لأن اللوح المحفوظ ما فيهش، إذن ده مش كلام ربنا، ده كلام بشر بيصلي وبيدعي. أيضا جايب حاجات تانية، يعني مثلا التسبيح في سورة الجمعة، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الله يسبح لله، ربنا بيقول كده، بيقول يسبح لله. سورة الحديد آية واحد، وسورة الحشر، وسورة الصف، وسورة التغابن، كلها بتبتدي وتقول يسبح لله ما في السماوات. يعني مش كلام ربنا. ويوجد في القرآن كلام اتخذ، دائرة المعارف بقى بتقول اتخذ شكل التسبيح بصيغة سبحان الله، تسبيح بيسبح ربنا يقول له سبحان الله. ففي سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. من المتكلم هنا؟ من المتكلم؟ مين اللي بيسبح؟ سبحان. في سورة القصص آية 68، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة سبحان الله وتعالى. مين اللي قال سبحان الله؟ الله حيقول عن نفسه سبحان الله، حيسبح نفسه. سورة ياسين آية 36، سبحان الذي خلق الأزواج كلها. سورة الصافات 180، سبحان ربك رب العزة. سورة الزخرف 82، سبحان رب السماوات والأرض. فالحقيقة علامات استفهام استفهام، ربنا حيسبح نفسه، فمش كلمات الله. إذن القرآن ليس كله كلام الله كما قالت دائرة المعارف الإسلامية، مش كله كلام الله. هذه كلها تصريحات خطيرة جدا وتثير غضب الكثيرين. هل لديك أي آيات أخرى تريد أن تتكلم عنها؟ بالتأكيد دائرة المعارف برضو في صفحة 8207 بتقول أن هناك آيات بصيغة تبارك الله. كتير، زي سورة الأعراف، جايبين أمثلة. أعرف 54، تبارك الله رب العالمين، ربنا حيقول لنفسه تبارك الله رب العالمين، ولا ده كلام بشر ولا كلام النبي محمد؟ ولا سورة المؤمنون آية 14، فتبارك الله أحسن الخالقين. سورة الفرقان 1:10 و-61، تبارك الذي نزل الفرقان. سورة الغافر، فتبارك الله رب العالمين. سورة الزخرف، وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض. سورة الرحمن 78، تبارك اسم ربك ذي الجلال. رب مين؟ مين اللي بيقول تبارك؟ سورة الملك آية 1، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. يبقى إذن دي مش كلمات الله لكن كلمات بشر. اتخذت برضو الكلمات البشر دي سورة الحمد. في دائرة المعارف برضو بتقول أخذت سورة الحمد، زي الفتح الحمد لله رب العالمين. سورة الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. سورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. سورة سبأ، الحمد لله الذي له ما في السماوات. سورة فاطر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. يعني إحنا المفروض زي ما بيقول دائرة المعارف، الناس مؤمنة إن كل آية في القرآن المفروض كلام من الله إلى الملاك يعلنه لمحمد ويقول له اقرأ وروح قوله. أيضا في الكتاب المقدس يقول أنه تكلم أناس الله المسوقون بروح القدس. صح، ما اختلاف الوحي، أناس يتكلمون أيضا، اختلاف الوحي. أها. الوحي عند الإسلام بيقول لك القرآن ده في لوح محفوظ بالحرف، هو كلام الله، كلام الله ما فيش حد تاني، ومجرد أن محمد يقرأه. وأنت تتعارض مع هذا الفكر؟ طبعا بالتأكيد، الكتاب المقدس عندنا غير كده خالص، الوحي مش كده. الكتاب المقدس بيقول أنه تكلم أناس الله القديسون مسوقين بالروح القدس. ففي حرية، ما هم زنقين نفسه. يعني محمد زنق نفسه يقول لك ده كلام ربنا قديم في اللوح المحفوظ، ويرجع نلاقي فيه كلامه هو وكلام الملائكة وكلام تسبيح وتمجيد وتبريك. إذن لا يسعنا إلا أن نستنتج مما قلت أن ما جاء في القرآن ليس كله من الله. علامات استفهام استفهام، أنا مش عايز أدي حقائق. أنا عايز أسيب المشاهد الفطن يبحث ويقرر لنفسه. هو أنا بحنمشي الناس بالريموت كنترول؟
قالوا لا تسأل يا أحمد، لا تسأل يا علي، لا تجادل، لا تسأل، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسيئكم. لا، أنا بقول حقائق موجودة في كتب بتاعة الأزهر، يبحث ويدرس ويقرأ القرآن ويشوف الآيات دي ويراجعها. نعم، شريط ياخده ويراجعه وبعدين يفكر لنفسه إيه الحكاية والموضوع. إحنا بنساعد الناس تفكر، نعم، لكن إحنا ما بنمليش على الناس آراء. نعم، في الدقيقتين الآتيتين ننتقل إلى موضوع آخر. لدينا أحد المشاهدين يقول: إنني علمت حديثا من أحد أصدقائي بحلقاتكم في قناة الحياة، ومن وقتها لم تفتني حلقة واحدة. مبارك اسم الله. وأعجبت جدا بما يقال فيها، أيما أعجاب. وأريد أن أعيش مع الله. أمين. ولكني أرى أن الطريق صعب، لذلك أرجو مشورتكم. حلو. الطريق صعب على اللي عايزين يخشوا فيه بالجسد وشهواتهم وأدناسهم ومحبتهم للعالم، صعب مش هيقدر يمشي. نعم. لكن سهل جدا للي عايز يسلك بالروح. نعم. يقول: ما أضيق الباب وأقرب الطريق المؤدي للحياة الأبدية، وقليلون هم الذين يجدونهم. لكن إذا دخل بالروح، انطلاقة الروح، ويسوع بيساعد، المسيح نفسه بيساعد. نعم. والروح القدس بيعين، فعلشان خاطر كده بيبقى سهل. أستطيع كل شيء في المسيح الذي قويني. أخي قل له: يا رب ساعدني، قويني، أنا جاي لك ضعيف، قويني. وليقل الضعيف: بطل أنا بالرب. هيختبر قوة المسيح وياه. أمين. شكرا جزيلا جناب القمص. أعزائي المشاهدين، قال النبي داود في القديم: أدخل إلى بيتك بمحرقات، وفيك نذوري التي نطقت بها شفتاي، صرخت إليه بفمي وتبجيل على لساني، إن رعيت إثما في قلبي لا ينظر، لا يستمع لي الرب، لكن قد سمع الله، أصغى إلى صوت صلاتي، مبارك الله الذي لم يبعد صلاتي ولا رحمته عني. الله يسمع صوت الصارخين إليه. آمين. ويسمع صوت التائبين إليه. آمين. وكما ذكرنا، لا يبعد صلاته صلاتنا عنه، ولا يمنع رحمته عن السائلين. شكرا، وإلى اللقاء في حلقة أخرى. آمين. شكرا. شكرا عزيزي. آمين.